السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. استخرجنا بالقران الكريم لمجموعه رقم 1 ومجموعه رقم 2 بتاريخ 2/8/2022 2 اغسطس. النهارده الثلاث. مجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه الحمراء، وهي حروف حرف الالف الباء التاء الساء الجيم الحاء الخاء الدال الزال الراء الزين السين الشين الصاد الضاد. دي مجموعه رقم 1. طيب مجموعه رقم 2 اصحاب الشمعه البيضاء، هي حرف الطه والظ والعين والغين والف والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. طيب احنا دلوقتي هنشوف استخارتنا بالقران الكريم لمجموعه رقم 1. هنركن مجموعه رقم 2 دلوقتي على جنب ونشوف مجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه الحمراء، وهنفتح استخارتكم بالقران الكريم، والصوره اللي هتطلع لكم هي اللي هتكون الاستخاره بتاعتكم الفتره دي، ونقول بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. استنى هنفتح تاني. شكلكم الفترة دي مجموعة رقم 1 في شوية مواضيع عندكم بتتأقلموا فيها. بصوا بقى، انتوا الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم هتكونوا في فترة انتصار حلوة جدا. سورة القصص. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أول حاجة الفترة دي حرفيا انتوا بتلموا جرح، في جرح عندكم بينزف فانتوا بتلموه، او في وجع في جسمكم انتوا بتحاولوا تتخطوا المشاكل اللي انتوا فيها، لان الموضوع زاد عن حجه او زاد عن اللي انتوا فيه في حياتكم. البعض منكم بيعاني من توتر، من حيرة، من خوف، من عدم استقرار، في مشاكل بينه وما بين الاهل، لكن انتوا دايما بتكونوا على حق، وعشان كده الهم اللي انتوا شايلينه هينزاح، وعندكم افعال حلوة قوي قوي الفترة دي حرفيا على جميع الاوضاع بتاعتكم. انتوا مضغوطين الفترة دي جدا، وحاسين ان الايام دي تقيلة على قلبكم، مش عارفين ايه اللي بيحصل، بس ربنا هيسترها معاكم الفترة دي وهيسهل لكم حاجات كتيرة جدا انتوا حاسين ان هي مستحيل تتسهل. كمان في ورقة تخص الحكومة او تخص المحكمة هتخلص على خير. انتوا محتاجين تغيير هنا، في زيادة في الرزق، في زيادة في المال، في زيادة في الوضع اللي انتوا في التحسن بإذن الله، بس من وقت للتاني بتجيلكم طاقة إحباط بالكسل والتفكير السلبي والخمول والصداع المستمر، وعشان كده انتوا عندكم عين حقودة وحاسداكم وبتراقبكم في صمت. دايما أقول لكم خدوا بالكم وانتبهوا من أي حاجة في حياتكم، حتى من ملابسكم. كمان البعض منكم هنا بدأ يهتم جدا، فعلا حرفيا بدأتوا تهتموا بنفسكم وبدأتوا تعالجوا المشكلة اللي عندكم أو تعالجوا الحاجة اللي بتاخد الطاقة بتاعتكم. انتوا معروفين عنكم ان انتوا اشخاص روحانيين جدا، بتكتشفوا النفاق والكذب وبتكتشفوا كل واحد على حقيقته وبتتعاملوا معاه بطريقة مش زي الاول، يعني التغيير فعلا بان عليكم، او انتوا ما بتوش حابين اصلا تتعاملوا في العلاقة دي، او ما بتوش تتعاملوا مع الناس اللي هي بتتعامل معاكم بطريقة غير مباشرة. في شوية تعب ظاهر جدا على وشكم، وده قلة نوم، رافعين ايدكم لربنا وبتقولوا يا رب احنا محتاجينكم، محتاجينك سهل لنا الامور اللي احنا فيها حاليا. بس في شوية زعل جواكم وبتحاولوا تضحكوا وبتحاولوا تظهروا ان انتوا اقوى ناس في العالم، بس طبعا الطاقة دي مأثرة عليكم، بس بإذن الله هتعدي على خير، وفي كمان عوض من عند ربنا وهيكون رزق واسع. البعض منكم في طريق سفر مفتوح قدامه هيدخل فيه، بس هو محتاج شوية مجهود وشوية عمل زيادة. بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريكة في مشاعر مستخفية، في امور مستخبية الله اعلم، في شخص هنا بيحبكم ومش راضي يبين، او مش عايز يظهر محبته اتجاهكم، او في امور هو بيفكر فيها، في اخد وعطى عندكم الفترة دي، في تراكمات جوه قلبكم بس مش عارفين تتعاملوا بيها ازاي او مش عارفين تبدأوا ازاي، في كذا امر مضايقكم، دايما بتحس ان انت في تقل على الصدر ومش عارفين ايه السبب. كمان انتوا هنا عندكم طاقة، الطاقة دي هتخليكم تتغلبوا على اكتر الامور اللي في حياتكم وهتخليكم تدخلوا في فترة حلوة. بس كمان في الغاء قرار انتوا خدتوه يخص عمل حسيتوا ان انتوا تسرعتوا فيه، فدلوقتي بدأتوا ان انتوا تطلعوا نفسكم من القرار ده وهتنهوه وهتحاولوا تكبروا دماغكم شوية. مين الشخص اللي محتاج منكم مساعدة او نصيحة وانتوا هتقفوا معاه وهتساعدوه؟
لو انتوا في علاقة عاطفية اليومين دول حاولوا تحافظوا عليها، وبلاش مشاكل كل شوية، وبلاش ان انتوا تغيروا على الشريك بشكل سريع او بشكل طول الوقت، علشان الشريك ممكن ما يكونش متعود على كده، فده تخلق المشاكل بينكم. مين عندكم عايز يغير تليفونه او عايز يغير حاجة عنده؟ انتوا ناويين تطلعوا تعملوا حاجة جديدة، ناويين تتصدقوا عن مال عندكم، او في صدقة صدقة جارية انتوا هتعملوها الفترة دي، وهتكونوا مبسوطين جدا ان انتوا فعلا هتعملوها. كان في حاجة محيراكم وسمعتوا بخصوصها إجابة أو بخصوصها حاجة، حصل الكلام ده؟ سمعت بخصوصها أمور أو أمر؟ عايزاكم تحرصوا في التعامل وفي الكلام مع الناس اللي حواليكم، وبلاش من وقت للتاني تدخلوا نفسكم في حيرة وفي تراكمات سلبية، عشان التراكمات عندكم ملازماكم في أكتر من حاجة، ومخلياكم دايما عندكم خمول وكسل وإرهاق مش طبيعي. كمان البعض منكم عايز يعمل حاجة بس الأهل مش واقفين معاه ومش جايين جنبه أو مش واقفين جنبه. وانت هنا يعني ممكن انتوا عايزين حاجة وفي حد واقف في وشكم ومش عارفين. مميزين جدا ان انتوا بتعرفوا حرفيا تظهروا الناس اللي حواليكم. معروف كمان ان انتوا بتعشقوا اللون الاسود، واللون الاسود ده بيديكم طاقة ايجابية، وعشان كده البعض منكم اغلب هدومه سودة او اغلب الهدوم بتاعته فيها اللون الاسود. كمان حرفيا حرفيا خرجتوا ناس من حياتكم، ومن وقت الناس اللي انتوا خرجتوها من حياتكم دي طول الوقت، لا اما التليفون مقفول، لا اما التليفون صامد، لا اما ما بتردوش على حد، بدأتوا حتى التغير يظهر عليكم. في حد بيحبكم قوي، وبمجرد ما بيتكلم معاكم بيعرفكم من نبرة صوتكم، بيقول لكم اذا انتوا فيكم حاجه او انتوا كويسين او انتوا في حاجه، ما بيعرفكم على طول. مين السبب اللي كان تأجير رئيسي في المخططات بتاعتكم او في التفكير بتاعكم؟ ممكن تكون انتوا كنتوا جايبين مشروع او جايبين ورقه وقلم وبتمشون بالورقه والقلم، وفي حاجات كتيره جدا اتأجلت عندكم. في عمل جديد وخطوة جديدة في انتظاركم، هتكون مليئة بالتفاؤل وهتظهروا طاقة جديدة. كمان علاقتكم بالحبيب بدأت تتحسن عن الأول. ممكن يكون عندكم انتوا برج الدلو، برج العقرب، برج الأسد، برج السرطان، عندكم برج من دول هيكون في رجوع، أو في حد هيرجع لكم ندمان على قرار انتوا خدتوه، أو على موقف حصل فانتوا من بعد الموقف ده خدتوا قرار. انتوا شايفين نفسكم ان انتوا في مرحلة صعبة، لكن المرحلة دي هتتحول لنجاح كبير جدا في حياتك للأفضل، وهيبقى فيه بشرة انت منتظرها بقالك مدة، هتحصل على خير. طب انتوا محتاجين حد هنا بشدة قوي، في حد عمالين تدعوا ربنا ان هو يقف معاكم، محتاجين حد فعلا الأيام دي. نبضات القلب سريعة عندكم وبتفكروا كتير جدا، او في حاجات عايزين تعملوها بس بترجعوا لورا ومش عارفين تبداوا ازاي. اقدر اقول كمان ان هنا في بدايه فتره الحصد التامن اللي انتوا عملتوه، وفي حلم جميل جدا عندكم هيتحقق، بس حاولوا تستحلوا بالهدوء وبلاش التفكير السلبي مهما يكون، عشان التفكير السلبي بيوزع عليكم طاقه سلبيه، وبمجرد ما بيوزع عليكم طاقه سلبيه بتتحكم فيكم، ما بتبقوش حاسين بطعم اي حاجه حواليكم. طيب في حد انتوا بينكم ما بينه علاقة بس في اختلاف، او في عراقيل بينكم؟ انتوا طول ما انتوا مصممين على حاجة مفيش حاجة اسمها توقف الحلم بتاعكم، مفيش حاجة ان انتوا ترجعكم عن اي حاجة انتوا عايزينها. وبلاش تأنيب الضمير على حاجات انتوا ما عملتوهاش، على حاجات انتوا ما تعرفوش عنها حاجة، دايما عندكم تأنيب الضمير، ودايما ضميركم بيأنبكم في كل حاجة انتوا ممكن يعني فعلا حرفيا يعني ما يكونش عندكم خلفية عنها، وتلاقوا كده الضمير كله عندكم انتوا، او كل الناس تحط اللوم عليكم. الفترة دي عندكم طاقة حسد، والحسد ده مأثر عليكم زي ما قلت لكم في اكتر من حاجة.
في اتنين عايزين يعرضوا عليكم عرض، والاتنين دول هيكون عرض حلو، وهتحسوا ان العرض ده جاي لكم من عند ربنا علشان يكون طبطبة على حياتكم. انتوا في اختبار من ربنا، لازم تتحكموا في الوضع اللي انتوا فيه بالعقل مش بالقلب، ما تخلوش العاطفة هي اللي تسيطر عليكم. في مفاجأة حلوة من شخص هيتكلم معاكم وهيوصلكم لطريق خير او لطريق جديد او لموضوع جديد، الله اعلم، بس هيفتح معاكم طاقة تانية خالص في حياتكم، افعى او في حياتكم حد بيأذيكم، حد بيتمنى لكم الشر وانتوا هتعرفوه، فهتتعاملوا معاه بطريقة تانية. في ناس حواليكم اكلت من خيركم ونقرت جميلكم، الناس دي من الناس المقربة لقلبكم. كمان بالكم مشغول وحيرانين جدا في موضوع او في طاقة معينة، في مشروع او قرار هتاخدوه الفترة دي هيفرح قلبكم، او ممكن يكون الخبر اللي هيجيلكم بعودة الحبيب. ودايما اقول ما تتسرعوش ابدا في قراراتكم مهما تكون، وما تحكموش على حد غير لما تشوف اللي قدامكم يستحق الحكم ده ولا لا. ما تقلقوش لان اموركم كلها هتمشي زي ما انتوا عايزين، اوراقكم كلها هتتم الفترة اللي جاية. ايه الحاجة اللي انتوا فاقدينها ومازال بتدوروا عليها؟ يعني حاجة انتوا فاقدينها، ممكن يكون شعور، احساس، انتوا في حالة فقدان لطاقة معينة، في حاجة انتوا فاقدينها وبتحاولوا يعني يكون في توازن عندكم او في تحقيق. البعض منكم ناوي على حاجة جديدة، البعض منكم خايف يكون خد قراره متسرع فيه. مين الشخص اللي نهيته معاه علاقة بسبب فتنة؟ الطرف الثالث موجود، مازال موجود في حياتكم، لسه ما خرجش او خرج فترة ورجع تاني. طرف ثالث عندكم، عندكم حرف الاي وحرف الان، دول موجودين في حياتكم، والاذى جاي لكم من حرف الان، خدوا بالكم. عندكم حماس وتحقيق امنية، البعض منكم عنده شهرة او انتم مستنيين شهرة. شوف انتم مستنيين ايه، انتم عندكم طاقة معينة جديدة. ايه الحاجات اللي عمالة تزيد عندكم وبتشتكوا منها؟ في استجابة لدعاء عندكم طال انتظاره، الاستجابة دي لاما زواج لاما استقرار في حياتك المادية. الفترة اللي جاية انتوا هتحصلوا على حاجات جديدة، بس حاولوا ان انتوا تاخدوا راحتكم في النوم، علشان قلة النوم اللي عندكم دي مسببة لكم ضغوط نفسية ومفيش اي استكمال في حياتكم بسبب الضغوط اللي مأثرة عليكم. كمان اقدر اقول لكم او ابشركم ان انتوا عندكم قضاء حاجة، وهتبقى حاجة انتوا بقالكم مدة منتظرينها، لكن الحزن اللي عندكم هيتبدل لفرح. وكمان انتوا في هنا زيارة مفاجأة، او حد هيكلمكم مفاجئ، امور هتحصل عندكم مفاجأة الايام دي. مين الاشخاص اللي من ابراج هوائية موجودة عندكم في حياتكم ومنكم وبينها كلام، بينكم وبينهم مواضيع، او في طاقات بتتفتح ما بينكم؟ وبلاش تجيبوا اللوم عليكم في كل حاجة، حاجات انتوا ممكن ما يكونش ليكم ذنب بتجيبوا اللوم عليكم فيها وانتوا حرفيا ما تعرفوش عنها حاجة، او بتقولوا مش عارفين. في حد حاسس ان انتوا قليلين وبيتكبر عليكم، او دايما بيقول يعني بيبان ان هو متكبر، او هو شخص اناني اصلا، بس بيبان ان هو ما فيش زيه، بيبان ان هو عادي ومش وانتوا ما بتحبوش الطاقة دي. مع بداية الأيام اللي جاية هيكون في طاقة جديدة، الطاقة الجديدة دي هتخليكم تحسنوا من الأقدار اللي عندكم، وهتدافعوا عن نفسكم بشكل كبير جدا، وهيكون في تحسنات إيجابية. ليه؟ علشان انتوا ناويين على التحسنات اللي انتوا حاليا بتستنوها أو حاليا بتحسبوها بالورقة والقلم.
كمان انتوا هنا على وشك النقلة الجديدة او على وشك الحلم بتاعكم، فاوعوا تتخلوا عن الحلم بتاعكم مهما تمروا بظروف قاسية او مهما الظروف عندكم تكون ازياكم. في سكة جديدة هتتفتح لكم قدامكم، السكة دي هتكون من عند ربنا، هيكون فيها رزق كبير، وهتلاقوا الحاجة اللي انتوا فاقدينها بقالكم مدة. انتوا كمان قررتوا الفترة دي ان انتوا تبعدوا عن حد متأكدين ان هو ظلمكم وجي عليكم، وعشان كده قررتوا ان انتوا خلاص تنسحبوا عنه. في عقاب، عقاب حد عاقبكم بيه او انتوا عاقبتوا حد في حياتكم، هو في عقاب عندكم، انتوا عاقبت حد عقاب وسبتوه ومشيتوا وقلتوا له حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، لانه سرق منكم الضحكه وسرق منكم كل حاجه في حياتكم. طيب ايه الحاجه اللي انتوا يعني ليها ذكرى معاكم؟ خاتم، سلسله، في حاجه عندكم بتحبوا تلبسوها جدا ليها ذكرى كبيره جدا عندكم او ليها ذكرى كبيره معاكم. وان شاء الله باذن الله الحزن اللي عندكم ده هيتبدل لفرح وهيخليكم تنسوه بفضل ربنا، علشان انتوا فعلا حرفيا ما بقيتوش طايقين اي حد، حتى الناس اللي عندكم او حواليكم بقيتوش طايق فعلا، ما بقيتوش عايزين تكلموا مع حد، عايزين تفتحوا مواضيع مع حد طول الوقت، مش عايزين ان انتوا مش عايزين حتى حد يهتم بيكم. الامور عندكم بدأت تتغير او انتوا بدأتوا تتغيروا. مين الحد اللي عندكم بدأ يروح لدكتور نفساني، بدأ يشوف ايه اللي عايز يعمله؟ في امور عندكم بتستجدوها، انتوا دايما بتحموا الناس اللي حواليكم ودايما بتكرموا الناس اللي حواليكم على نفسكم، وبدأتوا تأذوا نفسكم من اجل الاخرين. ايه النتيجة في الاخر؟ انتوا اللي تعبتوا والناس اللي كلتوا معاهم عيش وملح ما تمرش فيهم، حصل ولا ما حصلش؟ اتخذلتوا جدا من ردة فعلهم، وعشان كده قلتوا احنا ملناش نصيب في الحب، احنا نصيبنا في الحب ما فيش اي تجديد فيه. دايما محطوط عليكم في المسؤولية، بتتحملوا مسؤوليات فوق الطاقة بتاعتكم، ومفيش حد واقف جنبكم في اي حاجة. قررتوا ان انتوا تشتغلوا في وضع معين للافضل، وفي تحقيق لأشياء جديدة انتوا قدامكم. حصل عندكم اكتر من مرة خيبة امل، بس برضو مازال بتعافروا وتجاهدوا. ديكم يومين او 3 ايام بالظبط في مكالمة مستنيينها من حد، او في حاجة تخص حد انتوا مستنيينها الفترة دي، بمجرد ما هتجيلكم هتحسوا قد ايه اني ربنا كريم عليكم، ان ربنا هيحقق لكم جزء من حاجة معينة ليكم، او هتبدأوا ان انتوا يبقى في رسالة بينكم وبين شخص، الله اعلم، بس حرفيا هيكون في تميز حلو وهيكون في طاقة ايجابية. بتعانوا الفترة دي من بعض الوجع اللي في الجسم او من بعض الامور اللي عمالة تزيد عندكم، مخلياكم مش عارفة تتواصلوا مع الناس اللي حواليكم، او الامر المعاكس عندكم مخليكم دايما مش عارفين تشوفوا الناس اللي حواليكم بتفكر ازاي. انتوا عندكم خطوة جديدة او رسالة جديدة او قرار جديد هتاخدوه. كمان افكاركم الفترة دي فيها تسرع وفيها عصبية، حاولوا تهدوا من التوتر وتشيلوا الموضوع اللي مضايقكم، وزي ما قلت تحطوا نقط على حروف وتبدأوا بداية، لان انتوا هنا عندكم نتيجة حلوة. رغم ان انتوا دخلتوا في فترة منعزلة، بس في بعض الامور هتحاولوا تخرجوا منها في فترة ايجابية. في كمان خروج من الطاقة السلبية، وهتخرجوا لعالم تاني او لحياة تانية او لامور تانية خالص، والمشكلة اللي عندكم دي هتنحل بشكل كبير جدا، وهتطلعوا من بعض القلق وبعض الحيرة. عندكم شخص نرجسي، شخص علاقته بكم مش لطيفة خالص، انتوا هتقيموا العلاقة دي وهتعيدوا ترتيبكم من جديد وهتعيدوا حساباتكم من جديد. لو انتوا عندكم خوف او بعض الامور اللي قلقاكم او بعض الامور اللي عاملة لكم اذى، انتوا حاليا هتتخطوا كل المشاكل اللي انتوا فيها، وهيبقى في نصر عندكم، وهتبقى في رسم امور جديدة، في تغيير مكان لمرحلة تانية او في ازدهار ليكم.
كمان انتوا هنا هتبعدوا عن الخلافات كلها اللي وقعت عليكم، وزي ما قلت ان انتوا هتعرفوا الشخص اللي عامل لكم فتنة ونميمة في حياتكم، مش يعني انتوا هتاخدوا بخصوصه قرارات كتير او هتبدأوا مواضيع كتير بيه. في طاقة تردد للمتجوزين، المتجوزين انتوا بتعانوا من بعض الغموض، او بتعانوا من بعض ان الشريك مهمل معاكم في المعاملة، بس هتكتشفوا سر مخيف ليكم. المنفصلين انا دايما اقول لهم ان انتوا محطوط عليكم وانتوا اللي بتدخلوا لنفسكم طاقة التردد وطاقة الحيرة، فلازم تطلعوا من الخمول اللي انتوا فيه ومن الطاقة اللي مأثرة عليكم بشكل كبير، علشان انتوا مش حمل اي طاقة سلبية. انتوا بتحاولوا ان انتوا تمشوا او تبعدوا او ترتبوا اموركم، وعشان كده عندكم بدء تيسير معاكم في بعض الامور من بعد وقف الحال. وعندكم كمان حد في العيلة او في المحيط بتاع العيلة هيبقى عليه ضغط كبير جدا الفترة دي، وانتوا هتقفوا معاه وهتساعدوه برضو، انتوا بتحبوا تساعدوا كل الناس ما شاء الله عليكم. طيب انتوا هنا في ترتيب لأمور، وفي أمور جديدة هتستقلوا بيها، وفي استقرار نفسي وحلو جدا في استقرار عاطفي. كمان العزاب انتوا عندكم ارتباط، هتكونوا في قعدة حلوة، في مكالمة هتجيلكم الفترة دي هتبسطكم جدا، او في خبر هتسمعوه هيفرحكم قوي. بس ليه من وقت للتاني بيجيلكم وجع في المعدة والرجلين؟ عايزاكم تخلوا بالكم من واحدة طويلة، الواحدة دي مش تخينة، بشرتها قمحوية، الست دي خبيثة جدا جدا، حاطة عليكم ودايما عينها اتجاهكم، وبتحاول ان هي بقدر المستطاع عايزة تشمت فيكم، وعشان كده تحذروا الفترة دي من نميمة ومن شخصين حواليكم في العمل مش كويسين. وبلاش ان انتوا تدافعوا عن حد انتوا ما تعرفوش نهايته ايه، وما تعرفوش ضميره اتجاهكم ايه، يعني ما تدافعوش قوي عن حد وانتوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. في كمان علاقة فيها انتصار، وفي امور انتوا هيبقى فيها لم شمل ليكم. في هنا مناسبة، المناسبة دي هتكون حلوة جدا، وحد هيجيب لكم هدية او انتوا هتهادوا حد حاجة. البعض منكم عنده كتب كتاب، في كتب كتاب هيحصل عندكم الفترة دي، وفي أمور جدية وفي استقرارات نفسية، في طاقات انتوا هتطلعوا منها بشكل كبير جدا. البعض منكم عنده زواج، عنده خطوبة، عنده فرحة، عنده لقاء عاطفي، عنده استقرار هيمر بيه الله أعلم، بس في أفكار انتوا هتتخلصوا منها تعباكم وأزياكم في أكتر من حاجة، وهتسمعوا أخبار جديدة. كمان انتوا هنا في ناس فعلا هترموها بره، الناس دي انتوا هتاخدوا من خل يعني من وراها قرار، والقرار ده انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم هتكونوا عندكم مرحلة جديدة ودفعة لقدام، بس عندكم حالة وفاة. مين عندكم متوفي؟ في حد متوفي عزيز على قلبكم، او انتوا كنتوا بتحبوه قوي، او لما توفى انتوا زعلتوا عليه، او اخد من طاقتكم كتير وانتوا حرفيا زعلانين وعايزين تركزوا في حياتكم بس مش عارفين، بسبب الخوف اللي مأثر عليكم او بسبب الضغوط اللي انتوا فيها تعبانين. في اكتر من موقف عندكم انتوا زعلانين، يعني زعلانين على نفسكم شوية، زعلانين من اللي بيحصل حواليكم. في امور عندكم هيكون فيها استقرار، امور هيكون فيها تغيرات، حلم هيتحقق قدامكم. كمان انتوا هنا لو يعني اي حاجة تحصل في حياتكم عشان تتم لازم تكتموا عليها، ولازم تداروا، ولازم تبعدوا عن الامور اللي مأثرة عليكم في افكار سلبية، علشان الفكر السلبي مخليكم انتوا بتعانوا من الضغوط اللي انتوا حاليا ملتزمين بيها. في بداية جديدة، في اعتراف لحب، في طاقة معينة، في امل جديد ليكم، في امور انتوا هتتجوزوها او حل مشكلة في حياتكم عاطلة الله اعلم، بس حرفيا انتوا عندكم اكتر من امر هتحققوه، واكتر من طاقة معينة، او اكتر من امور تجديد ليكم انتوا هتدخلوا فيها، في سعادة وفي فرحة وفي هنا، بس اكتموا على حياتكم وداروا علشان كل حاجة تتم على خير وبالشكل اللي انتوا عايزينه وبالشكل السريع. كده نكون خلصنا مجموعة رقم واحد، يا رب الصورة تكون عجبتكم حبايب قلبي، ودلوقتي بقى هنشوف مجموعة رقم 2 ايه اللي عندكم الفترة دي. يلا نقول بسم الله مجموعة رقم 2.
حروفكم جميلة وكلها طاقة إيجابية بسم الله. وادي الشمعة بتاعتكم البيضة، ونشوف دلوقتي استخارتكم هي ايه، ونقول بسم الله. سورة التوبة مجموعة رقم 2، انتوا طلعلكم سورة التوبة. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب بصوا بقى، سورة التوبة دي بتدل على خطيئة في حياتكم، وان شاء الله بإذن الله الفترة دي هيبقى في نصرة حلوة جدا ليكم، لان انتوا طال انتظاركم في اكتر من حاجة، فحان الوقت اللي ربنا يكبر بخاطركم يعني يسهل لكم الامور اللي انتوا فيها، لان الوضع بتاعكم في عدم استقرار او في شوية لخبطة عندكم، وانتوا داخلين على فترة حلوة قوي فيها انتصار وبراءة ليكم. زواج هيتم على خير الفترة دي، وهيبقى في فرحة، هيبقى في وثيقة هتمضوها، هيبقى في ثقة بنفسكم الفترة دي بشكل سريع، او هيبقى في طاقة جديدة. بس في حاجة انتوا بتخايفين يعني، وانتوا بتخافوا، في حاجة بتخافوا منها قوي، ولو شفتوها بتجروا سريع. الثقة، انتوا بتثقوا جدا في اللي حواليكم، بتثقوا جدا في الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم، عندكم ثقه كده رهيبه، ودي حاجه اصلا بتخليكم انتوا تزعلوا. الوضع اللي انتوا فيه ده بتعانوا في الم من الركبه، وبتعانوا من فلوس متبخره، فلوسكم دايما متبخره والم في الركبه على طول الفاضي وعلى المليان. بسم الله ما شاء الله عليكم، كمان انتوا هنا حرفيا هتنقلوا الفترة دي في بيت جديد او في حاجة جديدة، وهتمسكوا ايدين ناس، الناس اللي هتمسكوا ايديهم دي هتقف معاكم في الاوقات الصعبة اللي انتوا عايزينها تكون معاكم فعلا. انتوا كمان بتظهروا القوة، يعني في كمان مبلغ من المال ضاع منكم، في امور تخص المال، او انتوا مستنيين مبلغ من المال يحلكم مشكلة، يطلعكم من حاجة، الله اعلم. كمان الفترة دي انتوا يعني في مش عايزين تتواصلوا مع حد، تليفونكم صامت، دايما صامت عندكم، مش عايزين حتى تتعاملوا مع حد. ليه داخلين في عزلة الفترة دي؟ وليه بتتجنبوا حاجات كتيرة جدا؟ يعني انتوا في امور عندكم بتتجنبوها، فده غلط. لما انتوا بتتجنبوا الاشخاص اللي حواليكم انتوا بتتعبوا. انا قلت لكم ان انتوا عندكم انفراجات، عندكم حرف الاس وحرف الميم وحرف النون والعين واللام، الحروف دي موجودة في حياتكم، ليهم دور كبير جدا في اذى ليكم. وبعدين ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية انتوا هتمروا بظروف حلوة، او هتمروا بطاقة ايجابية، والفترة دي هتهدى معاكم وهتدخلوا في مرحلة جديدة. بس بلاش ان انتوا تدخلوا نفسكم في اي وضع سلبي او في اي امور معاكسة، حاولوا ان انتوا تطبطبوا على نفسكم، وحاولوا ان انتوا تحبوا نفسكم بكل الطرق. الحسد موقف مستقبلكم، الحسد مخليكم بتتألموا، مخليكم تعبانين نفسيا، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيكون في مجاو يعني طاقه جديده، او في وعد حلو ليكم، او في طاقه معينه ليكم، الله اعلم. بس انتوا فعلا في امور هتبقى فيها تغيير جذري، انتوا جواكم حب لكل الناس، وفي نفس الوقت خايفين من اللي انتوا مريتوا بيه، علشان انتوا مريتوا بصدمات زي ما قلت لكم. كمان انتوا بتزعلوا على الناس اللي حواليكم قوي، وبتتأثروا بيهم جدا، لكن محدش يعلم انتوا ايه اللي فيكم، او انتوا ايه اللي بتمروا بيه. وزي ما قلت، رغم ان هم ظلموكم واتكلموا عليكم، رغم ان ربنا هيجيب لكم حقكم، وساعتها هتقعدوا مرتاحين وتقولوا الحمد لله ان فعلا ربنا جاب لنا حقنا في وقت احنا ما توقعناش انه كل ده هيحصل. ففعلا انتوا على قد الكتمان اللي انتوا فيه، او على قد ان انتوا مش قادرين تتكلموا او تتعاملوا مع الناس دي، بس عندكم اخبار حلوه وعندكم طاقه ايجابيه. الفتره دي كمان عندكم زياره للدكتور، البعض منكم عنده وجع في الجسم، او في اسنان عنده وجع، في حمور عندكم كشف للطبيب، فانتوا هتروحوا الفتره دي. معروف عنكم القوه، معروف ان انتوا عندكم جراءه رهيبه جدا،
بس عصبيين جدا الفترة دي، من وقت للتاني على قد ما بتكونوا مبسوطين وفرحانين بكل حاجة في حياتكم، على قد ما بتلاقوا فجأة كده في حاجة اتغيرت او في امور عندكم معاكسة. كمان الفترة دي انتوا هنا هتحطوا النقط على الحروف في تقيد او في علاقة، وهتاخدوا قرار يخصكم انتوا. البعض منكم اتعرض لأزمة او تعرض لخذلان، تعرضتوا لحاجة أثرت عليكم. عندكم اسم علي واسم محمد، دول موجودين في حياتكم، في بينكم كلام او الاشخاص دول في حياتكم الله اعلم، بس فعلا الناس دي في حياتكم انتوا. احيانا بتحبوا تبعدوا عن كل الناس وبتحبوا تقعدوا لوحدكم، حتى لو ممكن تقعدوا لفترة طويلة بتحبوا تقعدوا لوحدكم جدا، رغم ان انتوا عندكم صفات حلوة وبتحبوا تتعاملوا مع الناس، بس بيجيلكم احساس كده ان انتوا بتحبوا تقعدوا وما بتحبوش يعني تشتكوا همكم لحد، خلاص بتحبوا ان انتوا تداروا. فلازم الفترة دي يكون في تواصل مع الناس اللي حواليكم، وبلاش تفقدوا الامل مهما يكون الامل اللي عندكم، انتوا فاقدين امل كتير جدا، حيرانين، تعبانين، البعض منكم جاي على نفسه من اجل الاخرين بس مش لاقي راحته، او انتوا في طاقة مأثرة عليكم مخلياكم مأذيين او اذيين نفسكم انتوا. فلازم الفترة دي بقدر المستطاع تحلوا اي مشكلة عندكم، علشان المشاكل اللي عندكم دي مخلياكم انتوا تعبانين، مخلياكم انتوا نفرين من ناس كتيرة جدا، والناس اللي نفرين منها دي هي فعلا بتحبكم، بس انتوا مش شايفين الحب ده ولا شايفين الاعطاء ده. ليه بقى؟ علشان خاطر انتوا دايما كل ما بتدخلوا في علاقة بتكونوا مكيدين، بتكون نفسيتكم تعبانة، بتكون ما عندكمش شعور الاطمئنان ان انتم مطمنين في علاقة، بالعكس عندكم زبزبة طول الوقت وعندكم تعب، والتعب ده مخلي ملامحكم دبلانة، مخلي ملامحكم حتى فيها يعني انتم بتسألوا نفسكم اكتر من سؤال، في ايه اللي بيحصل معانا ده. كمان البعض منكم قفل صفحات كتير، يعني رغم ان انتم قفلتوا صفحة الماضي اصلا، وعشان كده في مرحلة إيجابية وفي تواصل مع شخص على فلوس، وهيبقى في قعدة انبساط وهتمسكوا مبلغ حلو في ايدكم، بس عايزاكم تحذروا من مكيدة حد بيدبرها لكم من العيلة. انتوا كمان في فترة النقل الجديدة او في فترة تغيير السكن، يعني حاولوا كمان تبعدوا عن الضغوط، لان الضغوط من ناحية الماديات مفيش توازن او مفيش استقرار. وكمان انتوا هنا علاقة غامضة مع شخص، العلاقة دي هتروح لمرحلة تانية، حاولوا تبعدوا عن القلق زي ما قلتوا بالتوتر والصعوبات اللي انتوا بتمروا بيها، واي مأساة عندكم في حياتكم تنهوه، ولو في نفاق مع الناس المتجوزين حاولوا بالاستقرار. كمان انتوا هنا المنفصلين في رجوع، بس الشخص هيكون غامض مازال، فانتوا مش عارفين تتعاملوا او عارفين تكسبوه، او انتم حيرانين، ممكن البعض منكم يكون في حيرة مع الشريك، حيران من امره، الشريك حيران منه، او انتوا حيرانين من الشريك ومش فاهمين وضع الشريك، مش فاهمين الامور اللي بتحصل عندكم. كمان انتوا عندكم تفكير في الاستقرار، لكن زي ما قلت عندكم وقف حال، المواضيع عندكم هتبدأ تتحسن للتغيير الاحسن مع ابتداء الفترة اللي جاية، وهيبقى كمان هيكون في انجذاب حلو، وفي رسالة جاية لكم من بعد التعب وبعد المشقة اللي انتوا عشتوها، او من بعد التعب ومن بعد الامور اللي اتخذلتوا فيها اكتر من مرة. انتوا عندكم حسد شديد في اغلب الامور اللي عندكم، وعشان كده بتظهر لكم حاجات مخيفة زي ما قلت. عندكم سفر، والسفر ده انتوا مش هتكونوا مرتبين له، سفر زيارة لحد او سفر لحاجة مفاجأة. طيب مين الشخص اللي عايز يرجع ليك ويسحب الطاقة اللي جواك، او حاسس ان انت بقيت شخص كده مختلف فبدأ ان هو يسحب اي طاقة فيك؟ خدوا بالكم ان انتوا عندكم مناسبة حلوة، ويتوجب عليكم ان انتوا في خلال المناسبة دي يكون عندكم ثقة بالنفس اعلى، او يكون عندكم استقرار بالنفس اعلى، او البعض منكم هيكون عنده اكتمال لأمنية، اكتمال لحلم،
او انتوا هتبدأوا تفكروا بفترة ايجابية، هتبدأوا تفكروا بافكار تانية بحاجات تانية، الله اعلم. اي نعم انتوا الفترة دي مش مرتاحين من كتر الضغوط اللي عليكم، بس هتبدأوا ترتبوا حياتكم بالشكل الايجابي. والفتنة اللي حصلت او الشماتة اللي حصلت من حد بيتواصل كان معاكم وبينكم تواصل، انتوا هتقطعوا علاقتكم بيه فورا، وهتحاولوا تخرجوا نفسكم من الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم حاليا. في حد انتوا هتطلبوا منه خدمة، والحد ده هيقدمها لكم ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية، وهيقف معاكم، وهتلاقوه كده يعني بيزعل على زعلكم وبيفرح لفرحكم. بالفعل الشخص ده هيكون كويس جدا، وانتوا هتكونوا مبسوطين بعلاقته معاكم او بالامور اللي بينكم. وفي حد برضو هيبان على حقيقته، كان لابس طول الوقت قناع مش قناعه، او طول الوقت كان لابس حاجة مش بتاعته، ففعلا هتعرفوه على حقيقته وهتخرجوه برضو بره حياتكم. الفترة دي انتوا بتعيدوا ثقتكم بنفسكم، وبتعملوا ايه بقى؟ بتعيدوا حساباتكم، جايبين ورقة وقلم كده وعمالين تعيدوا الشخص ده عايز مننا ايه، الشخص ده هيفضل معانا لحد امتى. فعلا بدأتوا تعيدوا حساباتكم في ناس كتيرة جدا خاب املكم فيها، وما بقيتوش تثقوا في حد، وده اجمل ما فيكم. ليه؟ علشان كل الامور بتاعتكم بدأت تتجدد، يعني في طاقات بدأت تتجدد، امور بدأ يكون فيها استقرار، صلح بدأ يحصل عندكم، امور بدأتوا تاخدوا فيها حقكم، جزء من ظلمكم. انتوا الفترة دي بتحاولوا تتعاملوا بهدوء وروقان، بتبدأوا تسيطروا على بعض المشاكل اللي في حياتكم اللي انتوا مريتوا بيها من وقت للتاني. بعض الامور عندكم انتوا اتظلمتوا فيها مع بعض الاشخاص، ورغم الظلم اللي وقع عليكم، رغم ان انتوا بدأتوا تتعاملوا برضو بتاني بحرص بس اكتر. مين كان عنده سحر تفريق او كان عنده مشاكل بينه وبين التفريق؟ اموركم ما كانتش مترتبة، بس من فترة للتانية بدأت تتحسن. كمان انتوا هنا عايزين تبعدوا او عايزين تبعدوا عن حد حصل منه موقف او ردة فعل بطريقة معاكسة، وما توقعتوش بالموضوع ده. كمان في اوراق انتم مقلقين منها، هيكون فيها تيسير الفترة دي، وهيبقى في حاسة قوية جدا، بس عضلات جسمكم او في وجع في الرجلين والظهر، في العضلات في الجسم عندكم وجعاكم بشكل سريع او بشكل مستمر. كمان بتفكروا في خصوصياتكم اكتر، او في ذكرى معينة انتوا بتفكروا فيها، في حاجات انتوا بتفكروا فيها الفترة دي. وكمان بتشتغلوا على نفسكم عشان تخرجوا من التفكير الزايد. شايفين ان انتوا انجرحتوا من علاقة اذتكم، والعلاقة دي يعني ربنا هيعوضكم خير طبعا قريب جدا، وهتبدأ تستقروا على جميع النواحي، بس في يعني حاجات انتوا فعلا بتتجنبوها، الحاجات دي انتوا اكتشفتوها وقررتوا ان انتوا تمشوا او قررتوا ان انتوا تبعدوا. طول الوقت او طول ما انتوا عايشين انتوا عمالين تكتشفوا، لا اما هتكتشفوا نفاق، هتكتشفوا ظلم، هتكتشفوا كل واحد على حقيقته، كل واحد عايز منكم ايه. كمان البعض منكم ما بقاش يفكر زي الاول. يعني ايه؟ يعني ما بقيتوش تدوا ناس اهتمام زي الاول، ما بقيتوش تثقوا في حد زي الاول. في بشرة بخصوص واحدة ست، او بخصوص ست عندكم في حياتكم، هيبقى في كلام، وهيبقى في مواضيع، وهيبقى في خطوات هتاخدوها جديدة، بس بلاش تتسرعوا وتحكموا على حد غير لما توقع قدامكم وتكتشفوه فعلا على حقيقته. عشان انتوا ما شاء الله عليكم في ثقتكم في الناس اللي حواليكم بتكون اكبر غلط انتوا بتعملوه. ليه الوجع اللي في القلب مازال مستمر عندكم؟ مازال بتفكروا ومازال عندكم طاقة مأثرة عليكم. انتوا بتعاني من شخص ظلمكم وكان سبب رئيسي في تدمير حياتكم وتدمير في اللي انتوا فيه، بس عندكم خاتم خطوبة او محبس خطوبة او زي حاجة تخص الخاتم. هتبقى انتوا الفترة اللي جاية فيها طاقة ايجابية. في كمان شخص غريب منكم، غريب عنكم، الشخص ده ليه مركز وليه سلطة، هتتعاملوا معاه الفترة اللي جاية، وهيبقى في تعامل كده مع بعض، وهتحاولوا من بعد التعامل مع الشخص ده تلاقوا نفسكم. اي نعم انتوا فارقتوا ناس غالية عليكم او ناس عزيزة على قلبكم، بس حاسين ان الفراق اللي حصل ده كان فعلا فترة مناسبة،
وفي مناسبة حلوة بخصوص لقاء عاطفي على الباب عندكم، واللقاء ده هيكون انبساط من الست الطويلة التخينة القصيرة اللي قاعدة لكم ومرصودة لكم في كل حاجة، عينها دايما عليكم ودايما بالها مشغول بيكم طول الوقت، يعني طول الوقت كده بتفكر فيكم، طول الوقت بالها مشغول بيكم جدا. كمان الفترة دي لو عندكم حد بيتكلم عليكم او حد بيطعن فيكم، انتوا ما بتدوش تدوا اهتمام زي الاول، بدأتوا تخرجوا من حالة الملل وحالة الاكتئاب والضيق والخنقة والألم اللي على الفاضي وعلى المليان، عمال يظهر في حياتكم او بيظهر في جسمكم. وحاولوا تهدوا اعصابكم الفتره دي وتستحلوا بالصبر وبالهدوء. ليه؟ علشان عندكم ثقه حلوه او تغيرات جذريه او طريق هيتفتح قدامكم باذن الله الفتره دي، اكتر من وضع هيتفتح، اكتر من طريق هتحسوا ان فيه طاقه معينه او تجديد معين، او امور هتتجاوزوها، امور هتتخلوا تبعدوا عنها، امور عندكم انتوا هتستجدوا فيها، وهيبقى عندكم حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله الفتره دي هتطلعوا منها. وزي ما قلت حالة الملل والطاقة السلبية في أقرب وقت هتطلعوا منها بشكل سريع، علشان في مشكلة هتتحل عندكم، من ورا المشكلة اللي هتتحل دي انتوا هتبدأوا ثقتكم بنفسكم تزيد، وهتبدأوا تحسنوا الدخل بتاعكم، تحسنوا الوضع بتاعكم، تبدأوا تشتهوا لحاجات جديدة، ممكن يكون عندكم سفر خارج المكان اللي انتوا فيه، انتوا في حلم عمال يتردد معاكم، الحلم اللي عمال يتردد معاكم ده لحد الآن بيتردد وانتوا مش عارفين توصلوا له ولا عارفين حتى تفسروه لحد الآن، واكتر من حد قال لكم ما تحكوش لحد ده الحلم ده، علشان الحلم لما بترددوه كتير بيتحقق وانتوا خايفين من الحلم ده. وكمان انتوا الفترة دي فترة حكم عندكم في محكمة، او فترة حكم عندكم في حاجة، في حد هياخد فيها قرار او في حد هيحكم حكم، والحكم ده هيكون في عدالة ليكم انتم، وهتعيدوا انبساطكم بنفسكم وهتحسوا قد ايه ربنا كريم عليكم، ربنا بيبشركم من حيث لا تحتسب. فلازم اعصابكم تكون هادية، لازم يكون عندكم تصحيح لاخطاء عندكم، مهما كانت صعوبة الاخطاء دي لازم تصححوها، لازم تتعاملوا بحكمة اكتر مع الاشياء او مع الاشخاص المنافقة اللي في حياتكم، ولازم يكون عندكم خطوة ايجابية او خطوة جدية، خطوة مستقلة. عندكم ست وبنتها، الست وبنتها دي حقدين غيرانين منكم ودايما حاطين عليكم، ودايما انتوا بتتعاملوا معاهم وانتوا مش عارفين في ايه، او الست دي دخلت بيتكم، الست دي اكلت معاكم عيش وملح، كان في بينكم في يوم من الايام تعامل، كان في بينكم ما بين الايام كلام، وفعلا عرفت تخونكم وتظلمكم، او عرفت ان هي تستغلوا كل حاجة في حياتكم. فدايما اقول حصنوا نفسكم من اي خزلان او من اي طاقة فيها سلبيات، علشان الامور اللي انتوا بتمروا بيها حاليا دي امور صعبة ومحتاجة الهدوء ومحتاجة الاستقرار. انتوا اعلنتوا حربكم، اعلنتوا مشايانكم، اعلنتوا ان انتوا عايزين تمشوا من الموضوع ده، تبعدوا عن الناس دي، تعملوا حاجات جديدة بخصوص الناس دي، في حاجات كتيرة جدا انتوا بتفكروا فيها حرفيا، والحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها حرفيا كلها صح. فلازم تمشوا على الطريق الصح وعلى طريق الخطوات الإيجابية، وأي طاقة سلبية مؤثرة عليكم أو أي ضغوط نفسية تعباكم في أي مشكلة أو في أي حاجة أذياكم، لازم ان انتوا تحطوا رجلكم على الأرض الصلبة. ليه على الأرض الصلبة؟ علشان خاطر المجوزات اللي عندكم تنحل. الفترة دي انتوا عايزين توصلوا لحاجة، والحاجة اللي عايزين توصلوها دي هتكون خير ليكم. في حد انتوا بتدعوا عليه لانه هو ظلمكم وكسر بقلبكم في مره من في فتره من الفترات، لكن انتوا طاقتكم روحانيه وفيها حاجات كتيره جدا ايجابيه. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم نصره حلوه، وهيكون وراها انفراجات، في خبر هيفرحكم وهيخلي عندكم شهره، نجاح، تقدم، ازدهار حلو، حاجة حلوة جدا. في مشروع انتوا بتفكروا فيه، مشروع جديد او فرصة جديدة او في ابداع على حياتكم. اي نعم انتوا حاليا مش قادرين ترتاحوا شوية من كتر التفكير اللي عليكم، لكن في امر متعلق باشتياق ولهفة ليكم، في تواصل مع حد الفترة دي وهتبقوا مستنيين التواصل ده من زمان، في اعجاب وفي تبادل او في ظهور شخص ليكم، وهيبقى في كلام رومانسي وفي حياة من الحب. انتوا هنا مستنيين اي حاجة تفرحكم،
مستنيين اي حاجة تديكم طاقة ايجابية، في هدية من حد او انتوا مستنيين هدية من حد، في موضوع هدايا عندكم الفترة دي، او انتوا جاتلكم هدية بسطتكم قوي. كمان في مكالمة غايب عندكم، او في حد هيكلمكم، لان انتوا في خطوة هتاخدوها الفترة دي، وزي ما قلت في خطوبة هتتم او حاجة بمنصب حلو. كمان انتوا هنا على يقين ان في نهاية انتوا هترتاحوا منها قريب جدا جدا، هتمشي كل حاجة زي ما انتم عايزين. اولا انقلاب السحر على الساحر، ودي هتكون خطوة ليكم جديدة، لان هيكون في عتبة هتتغير براحة. في خسارة كمان لحد عندكم، او في حد هيخسر وهترتاح. مش انتم ما بتحبوش الشماتة بس، لكن هتعرفوا ان ربنا كان كريم عليكم. طيب انتوا اتعشمتوا في حد، والحد اللي اتعشمتوا فيه ده ظلمكم قوي، وزعلتوا في يوم من الايام اني اتعشمتوا في يوم من الايام عشم زيادة وزعلتوا نفسيا، فياريت اعصابكم تكون هادية. العلاقة اللي بينكم ما بين حد وفيه خلافات ومشاكل وزعل، العلاقة هترجع من تاني، وهيبقى فيه امور حلوة جدا جدا، لان حياتكم هيبقى فيها تحسن. كمان انتوا وقفتوا باب ان حد يدخل في حياتكم تاني، وباب حد يعني يفتح معاكم مواضيع وحد يتكلم معاكم، خلاص بدأتوا تحسوا ان انتوا متراقبين، وعشان انتوا حاسين ان انتوا متراقبين بدأتوا تنفروا، ما بقيتوش تعدوا، ما بقيتوش تتكلموا، بدأتوا تخبوا، بدأتوا تداروا، بدأتوا تبعدوا عن اي حد ممكن يفكر في يوم من الايام يأذيكم. فالوضع اللي انتوا فيه بسم الله ما شاء الله عليكم في تحسن، وفي ازدهار، وفي ثقة بالنفس، والثقة اللي بالنفس دي خير ليكم، وازدهار نفسي وجسدي وراحة حلوة. فكمان معلوماتكم اللي في دماغكم اللي عمالة تشتغل ليكم دي بتوديكم لبر جديد، بس اهدوا شوية عن التفكير، التفكير الزايد بيخلي حياتكم تعبانة شوية، وعشان كده انتوا الوضع اللي انتوا فيه دايما اقول ان هو وضع حساس، وضع فيه لخبطة، وضع فيه عدم استقرار بحياتكم النفسية والجسدية، بس ما تعرفوش ان يعني انتوا عارفين ومتأكدين ان كل نهاية بتبقى بداية لحاجة تانية، بتبقى بداية لطاقة جديدة، لأمور مختلفة، لأمور مستجدة على جميع الأوضاع بتاعتكم. فدايما أقول أعصابكم طول ما هي هادية طول ما هيبقى فيه خير ليكم وإزدهار. انتوا رميتوا، وطول ما رميتوا حياتكم هيبقى فيه خير. خلال كام يوم بالظبط هيبقى فيه خبرين، الخبرين متعلقين بأمور مستجدة ليكم، لأن عندكم حق هيرجع الفترة دي، والحق اللي هيرجع ده بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون حق حلو قوي ليكم، وهيكون أخبار وانطلاقة جديدة متعلقة بالأوضاع بتاعتكم. بلاش القلق وبلاش الحيرة. وبكده نكون خلصنا مجموعة رقم 2. مجموعة رقم 2 طلع لكم سورة التوبة وبعدها سورة يونس، فبإذن الله بإذن الله هيكون عندكم فك هم كبير لحياتكم. تحياتي ليكم واتمنى لكم كل ما هو جميل. ما تنسوش طبعا اللايك الحلو والتعليق الجميل للفيديو بتاعكم والاستخارة، وقولوا لي انهي استخارة اللي عجبتكم اكتر وشدتكم.